في ظل ارتفاع ديال المحروقات، نحن اليوم بمحطة سيارات التاكسي بمدينة الداخلة ميد راديو حاضرا نسجلوا هذا الروبورتاج مع عدد من السياق السائقين المهنيين. اليوم بالنسبة لكم انتم شنو هذا المثل لكم هذا الارتفاع ديال الاسعار؟ ايوا السلام عليكم ورحمة الله. المهم حنا تكرفصنا بزاف، ما بقى والو، صافي هذا الشيء داكشي اللي خاصنا كمل لينا. حنا كنا كنعانيو قبل بزاف د الحوايج كنتمناو باش نوصلوهم، وزادت علينا الحراره كانت شادنا ديال هذاك الشيء ديال كوفيد، بقينا واحد الوقت دوزنا ازمه قويه بزاف وتكرفصنا فيها. ملي كنتمناو ملي قلنا الحمد لله، وملي فات هذا كوفيد بعدا كما كان الناس تتحرك اصبحنا ثاني في هذا الشيء ديال المحروقات ثاني، وهذا فين وصل وارتفع وتكرفصنا بزاف. ركعتي سابق ارتفاع المحروقات شحال كنت مثلا يعني تعمر البلان ديال الطاكسي؟ كانت بدا ممكن بدا بغيتي تمشي للعيون كنتي تمشي بواحد 12000، دوكا وليتي ب 1000 درهم وما اي وما غدير معك والو، ولا رجعتي خاوي ماشي طوالو ما تقش تجي كاع. ولكن الحكومه دعمت السائقين المهنيين؟ لا، واحد عاشي 6 ولا 7% اللي كاينه، والشيء الاخر غير الكذوب، ما كاين حتى حاجه نهائيا. اليوم شنو الرساله اللي توجه انت للحكومه من هذا المنبر؟ ايوا كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى انت هما يشوفوا فينا بزاف، راه المهم السائقين راهم مكرفسين لهم ولا هما كاع، المهم كاع الحرفيين كاملين صافي، لا مول الكاميو ومول الشاحنه ولا مول الطاكسي، كل شيء فواحد الحاله لا يرضى لها. عندنا كنحسبوا دوكا الا ما كنتش عرفتي براسك تمشي وتجيب معاك البلايص ما غاديش تمشيش، واخا يعطوك اللي عطاو ما غاديش دير الرحله كاع ما تخرجش بها، كتحسب باقي في ضائع هنا في المحطه، واش شريط لك شي ولا ما شريط لكش. ايوا السلام عليكم ورحمه الله. شكرا. ارتفاع ديال المحروقات راه هادشي راه لكنا صحيبي، راه لكنا هادشي بزاف، راه لا اله الا الله، والله لا اله الا الله محمد رسول الله، هادشي راه لكنا بزاف. هادشي انت الطروجي ديالك من منين؟ من الداخل لمنين؟ والله تمشي للمغرب ونمشي للمغرب كامل، من الديوانه لجميع الانحاء المغرب كنمشيو الى كان الفياج، ولكن هادشي راه لا اله الا الله ما بقيناش قدينا نتحركوا بعدا من هنا لطورطه، ما بقيناش قدينا نمشوا. ولكن بغيت نقول لك في المقابل يقولوا مثلا على اساس ان الحكومه دعمت السائقين المهنيين ودعمت مول الطوموبيل، دعمت المهني مول الطوموبيل، هو اللي كتخرج ليه الفلوس مالها خارجه ليا انا راه شيفور، شكون اللي عطاني شي ريال؟ شكون الدوله عطاتني انا شي ريال؟ ما عطاتني حتى شي حاجه، عطاتني مول الطوموبيل هي اللي دعموا، مول الطوموبيل هو اللي دعموا، حنا ما كنتسالوا حتى شي حاجه والو. شنو الرسالة اليوم اللي توجهت لهم؟ والرسالة هو الله ياخذ فيهم الحق، هذا الشيء اللي بنقول لهم. لا اله الا الله. شكرا. برواك الله. هذا اخر. كما قلت لك سابقا، قلت لك راه القضية راه لا اله الا الله محمد رسول الله، قال الدعم داروا الدعم الدولة، عطاو لشي وشي ما عطاو، ولا من عطاو؟ عطاو لمول السيارة، مول السيارة عنده 14 طاكسي، عنده 15، كاين اللي عنده 6 ستيفات طاكسيات، كل شيء جات، والسائق وأنا المهني 5 أيام ما دورت فيها البنوك. راه واقفه 5 ايام، اولادي فيها كادير وانا هنا مال فين كنديروا الطريق، نهزوا 20000 نهزوا ديروا، كنمشي لكادير انا ب 22 23، دابا خاص لي 50000 ندير فياج كامل، نديروا مازوت وندخل عند اولادي نقول لهم بح انا جيت وباش غنرجع. مشيت اسيدي انا لبني ملال الي روتور كانت لي 74000 مازوت، بقات لي 2000 ريال شاط لي، اش بغيت ندير ليها؟ ناكلها نعطيها لمول الطوموبيل، كي ندير قال لي مول الطوموبيل راك خونتيني، قلت له راني ما خونتك والو، يلاه معايا تتشوف شنو كاين. مشيت انا وياه ثاني لبني ملال، جينا شرجينا ب 6000 الواحد، الحقنا لهنا بقات لنا 4000 الواحد اللي شاطتنا فين ردوا هاد 4000؟ قلت له اش كاين الشريف؟ هادشي هو اللي كاين، ها هو، يلاه دي هاد 4000 وسير الله يعاونك. ودرك مول الطوموبيل واش 40000 وانا ما شديت تاريال، ما عطاني تاريال 16 عام وانا خدام معاه من 91 وانا خدام معاه. ريال لا درهم لا، هادشي لا خاص يكون شي حل. الشعب واكل، السائق واكل العصا، المهني واكل العصا، المهني واكل العصا، ما بقى عنده حتى شي حاجه. دابا لك مليا البيرمي ما عندي باش نصوبو، غنمشي نلوح. لا اله الا الله محمد رسول الله.